انا عايز احسب الفيل عند النقطه دي مثلا. اعمل ايه عند النقطه دي؟ ازاي؟ تانجنت تانجنت مقاس. اوكي؟ طيب اكزامبل تاني ولا ندخل في النظام الثاني؟ في واحدة بس في الشيء. في في الشيء. طيب. عندك في الشكل ده. عندك سلك بالشكل ده وعايز احسب الفيل عند النقطة بي. النقطة بي حاسبة بكام فيل؟ تو فيلز، واحد ديوتو سلك من الكرنت لوب والتاني ديوتو الانفنت. هو في الحقيقة ده مش انفنت بس ده سيمي انفنت وده سيمي انفنت، يبقى المجموع بتاعهم ايه؟ انفنت. الفيلد اللي جاي من سلك من الكرنت لوب حد فاكره؟ لو عند السنتر حد فاكر الرول؟ أول حاجة تعالى نشوف الدايركشنز. هل هنجيبهم مع بعض جمع جبري ولا لا؟ الفيل اللي جاي من سيركلر كارنت لوب اتجاهه ازاي؟ أوتو بلف ايدي اليمين اتجاه الكارنت يبقى أوتو زاويتي. طب يبقى بي 1 الفيل اللي جاي من سيركلر كارنت لوب. طيب الفيل اللي جاي من الانفنت واير برضه اوت اوف ذا بيتش ازاي؟ اسمع اللي فاهم في الكلام ده برضه ايه؟ خارج يعني بيجيبهم مع بعض جمع جبري. هنجيب لك صمت ليه؟ لان الاثنين في نفس الايه؟ في نفس الاتجاه في نفس الدايركشن. طب بي 1 بكام وبي 2 بكام؟ بي 1 بكام؟ حط الاكس زيرو في الرول اللي احنا جبناه، حط الاكس زيرو هيطلع بيه ايه؟ اي اي اوفر 2 ار تقريبا، صح ولا غلط؟ تقريبا كل ده من الذاكره. وبي 2 كام؟ ميو نوز اي على 2 باي مسافه العموديه اليمين مسافه العموديه باي 2 ار. أنا بتجمعهم مع بعض جمع جبري الجبريك صم ليه؟ عشان نفس الدايركشن عشان الاثنين في نفس الاتجاه. يبقى التوتال فير لا أنا كده مش هعرف أشتغل، أنا كده مش هعرف أشتغل. ناخد بينور أي على 2 أي عامل مشترك يبقى ده 1 بلس 1 اوفر 1. ونكتب مصادر دايركشن اوت اوف ذا بيتش. طيب تعالى ندخل في التطبيق تاني. طولنا قوي في الريفيجن والله ما كنتش عايز اكتب كل ده. احنا قلنا بايو سافار دي ثلاث تطبيقات. اول تطبيقين كنت بستخدم بايو سافار لحساب مجهود الفيل. طب ينفع استخدم بايو سافار دول لحساب حاجه ثانيه؟ ممكن نحسب ماجنتيك فورس. قلنا تطبيق تالت، تطبيق تالت احسب الماجنتيك فورس بين تو كوندكتورز كارين كارت. عايز احسب الماجنتيك فورس بين تو كوندكتورز كارين كارز. عندك سلكين تو وايرز الاولاني ماشي فيه كارز اي 1 والتاني ماشي فيه كارز اي 2 وعايز احسب الفورس اللي بينهم. السؤال ايه سبب ظهور ماجنتيك فورس بين تو كوندكتورز؟
يبقى ده الضغط الاولاني. I1 ده الضغط الثاني، تعمله دور ثاني. I2 والمسافة الجيرون A. عندك 2 كونتاكتورز I1 و I2 والبارت اللي بينهم A. السؤال السبب ظهور magnetic force between 2 كونتاكتورز. تعال نشوف السيركل الاولاني الكونتاكتور الاولاني مش بيعمل magnetic field. اتجاه magnetic field اللي بيعمله الكونتاكتور الاولاني عن السيركل ده اتجاه الفيلد ازاي؟ اتجاه الفيلد اللي بيعمله الفيرست كونتاكتور عن السكند كونتاكتور اتجاه ازاي؟ انتو ذا بيج عرفت ازاي؟ الكلام اهو. جميع النقط اللي فوق الكونتاكتور فيلد ازاي؟ اوت اوف ذا بيج. وجميع النقط اللي تحت الكونتاكتور فيلد ازاي؟ انتو ذا بيج. يبقى ده بي 1 ده الفيلد بيقودوا اي 1 ده الاتجاه القيمه الماجنتيود بي 1 بكام؟ الماجنتيود بي 1 بكام؟ I1 over 2 pi A مسافة دي A. طيب عندك فيلم ماشي بيه كهرباء موجود في منطقة فيها مجموعة فيل يبقى أنا عندي إيه؟ فيلم ماشي بيه كهرباء موجود في منطقة فيها مجموعة فيل يبقى أنا عندي إيه؟ فورس. بحدد اتجاه الفورس ازاي؟ بقى استخدام الرايت هاند رول. حتى فاكر الشابتر اللي فات على طول بحط ايدي بتاز بحط ايدي اليمين في اتجاه الكار الفيلد داخل من جوه يبقى الفورس فوق لكن الفورس دي اف في 2 دي اف في 2 لان الفورس دي على مين؟ على الكونتاكتور التاني. او استخدام تريمنج لو انا عايز احدد الفورس باستخدام هي الفورس باستخدام فريمن اعمل ايه؟ ده مين ده؟ ده سبب وده مين ده؟ تنفيذ وده مين؟ فورس. السبب ده اهو والتيم من جوه الفورس لفوق. طيب ده الكلام ده المكان ده الفورس كلام الفيرس فورس F2 بيساوي ايه؟ قيمة كذا شوف. مش واصلين. مش واصلين. بجد يا جماعة كده اوفر. F2 كام؟ هل فاكر الماجنتيود؟ R L دي ساين ثيتا اي اي 2 ان بي 1 ساين 90 ساين 90 بوات. ممكن اشيل بي 1 واحط قيمتها لما اشيل بي 1 واحط قيمتها هيطلع بي 0 اي 1 اي 2 ان اوفر 2 باي اي. طيب نرجع تاني مش اي 2 بيعمل ماجنتيك فيلد اي 2 مش بيعمل ماجنتيك فيلد دي جاب ازاي؟ اوت اوف ذا بيج عرفت ازاي؟ الكلام ده اهو ده الكلام جميع النقط اللي فوق في الكونتاكتور التاني الفيلد اوت اوف ذا بيج جميع البوينتس اللي تحت الكونتاكتور التاني الفيلد انتو ذا بيج يبقى الكونتاكتور الاولاني فيلد اتجاه ازاي؟ اوت اوف ذا بيج ده بي
بايده كمان في تيون يساوي ايه؟ كمان في تيون اي 2 اوفر 2 باي ايه؟ بي 2 مش بيعمل فورس على اي 1 بي 2 مش بيعمل فورس على اي 1 بيعمل فورس قدام هنا قدام عايزين دلوقتي عايز رول ولا مش فاهم ايه؟ الكلام ده اهو الكلام ده اهو كونفيوز طالع لبره يبقى فورس تحت تريمنج الكلام ده اهو الفيلد لبره يبقى فورس ناس Thank you.
rectangular curved loop. Rectangular curved loop. يعني curved ماشي ايه؟ في rectangular loop. Dimension standard. C و B. وبيعرض عن السن مسافة A. وماشي في كام I2. I1 و I2 وال A وال B وال C أربعة. حط أي أرقام عندك. مطلوب حساب المد فورس على الريكتانجولار كارنت لوب. ليه؟ مطلوب حساب المد فورس على الريكتانجولار كارنت لوب. احسبها ازاي؟ سؤال تاني، عايزين المد فورس على الريكتانجولار كارنت لوب. Thank you.
طيب، هاي واحدة جوه الفلوس بلس ولا بره؟ يبقى ده معاك، وآي 2
معاك اي 3 معاك اي 4 ده باكس ده ما بيعملش ماجنتيك فيلد على النقطه دي واي 5 ده بره وبالتالي لو انا عايز احسب الناحيه الشمال بقى رايت هاند سايد هيساوي ميو نوت 3 اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 يعني اي 3 عكس مين اي 1 واي 2 اي 1